الطالب عبد الرحمن راتب قريشات، أحفظ من القرآن الكريم 9 أجزاء، عمري 6 سنوات، مشروع تاج الكرامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون للحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم.